أهلا بكم مع أشهر معلم على شاشة السينما والتلفزيون. كنا شلة واحدة، جينجل وجيمس بوند وعلي بوند واسماعيل بوند. الفنان محمد رضا أهلا بيك. أهلا أهلا. يمكن الفنان محمد رضا الواحد لما يلتقي بيه بيلتقي بالمعلم، وشخصية المعلم دي أصبحت لصيقة بيك قوي. يعني أقول إنه شخصية المعلم دي محمد رضا الفنان الممثل سعى لها، ولا لعبة الصدفة هي اللي لعبت دورها في إن محمد رضا يصبح معلم؟ الحقيقة حكايتي مع شخصية المعلم دي حكاية طريفة، وأنا دايما بقول إن كل واحد بيدرس في أي فرع من الدراسة أو بيمتهن مهنة من المهن أو بيخش جديد على أي حقل بيستنى شوية لغاية ما يكتشف نفسه. يعني بيمارس العمل اللي هو طلع له. يعني مثلا أنا في دراستي في معهد العالي للفنون المسرحية درست إيه؟ درست العالميات، درست شكسبير وراسين وكورني والحاجات العالمية اللي هي كل حاجة معادة المعلم. وعملت عطيل وعملت الجلف وعملت مكبس وعملت حاجات ملهاش علاقة بالدور المعلم البلدي اللي أنا بعمله. ففاتت فترة أنا كنت بدور على نفسي فيها. يعني لو رجعت للأفلام القديمة في الخمسينات مثلا تبص تلاقيني دكتور، ضابط، محامي، يعني حاجات كلها كانت تتناسب مع رشاقتي أيامي. كانش فيه كرش ده، ما كانش فيه الحجم ده، ما كانش فيه الجو ده. وبعدين بالصدفة الحقيقة كنت في المسرح الحر يعني سنة 58، وبدأ المسرح الحر يعمل مسرحية المعلم كرشة بتاعت زوال المدى اللي فيها دور المعلم كرشة هو دور البطل. وابتدينا نشتغل المعلم كرشة دي، والحقيقة أنا أدين بأن الدور ده أسند دي للأستاذ كمال ياسين المخرج زميلنا. كان في صراع على الدور ده غريب جدا، وأسند لزملاء كتير مش هقول أساميهم، واحد اتنين تلاتة على التوالي، وكل واحد اعتذر بطريقة. وبعدين كمال ياسين قال لهم أنا بصفة المخرج ادوني فرصة أجرب أنا كمان، أنتوا جربتوا واحد واثنين وثلاثة، كان عندنا لجنة لتوزيع الأدوار، فقال لهم لا أنا هدي الدور ده لمحمد رضا. فطبعا كلهم اندهشوا وانزعجوا. كنت لسه في بداية الطريق ولسه جديد في المسرح الحر وبعمل ادوار صغيرة لسه ما تتناسبش مع الدور ده. فهم كناس مسؤولين على الفرقة خافوا، قال لهم طبعا هجرب، وبعدين هتشوفوا في البروفات وهتشوفوا في البروفا جنرال وهتشوفوا اذا كان كويس كان بها، مش كويس بلاش. وبالفعل اشتغلت، وهو كان بيديني شحنة من الثقة الحقيقة. وكان أنا أعمل البروفا يمكن مرة معاه وثلاثة أو أربعة في البيت. يعني كنت أروح أتمرن على ضحكة ثلاث ساعات، كنت أروح أتمرن على انفعالة وجري في مكان ضيق وهياج ساعة مثلا ما تحصل أي مشكلة أو أي حاجة في القهوة أتمرن عليها لوحدي مرة، لأن ده ضد طبيعتي. أنا راجل هادي، ما كانش لك علاقة بالمعلمة دي خالص. الحق يعني يعني أنا كنت يعني يقول لك الصدفة هي اللي يعني اللي أنا 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 جوايا حب للمعلمين وحب لأولاد البلد، إنما أنا ما مارستش دي ولا فكرت إن أنا مارسها حقيقة لحد ما جت الظروف. يعني لحد ما جت الظروف لدرجة إني أنا ناس لغاية دلوقتي لما بتقابلني شخصيا ونقعد نتكلم كده بيبقوا مندهشين. طيب ده الراجل الهادي ده. فهي دي حاجة، ووجود الواحد في ميدانه أو في شغله حاجة تانية. من القهوة يا معلم ليه ولا سمح الله انا بطرد القهوة منك. الشخصية اللي عملتها شخصية المعلم كرشة في لواء المداء كانت اسبق على شخصية المعلم اللي كان مع فريد شوقي في عفريت الست؟ قبلها على طول. قبلها على طول. يعني انا كنت بعمل المعلم كرشة في لواء المداء، وكنا بنعرضها في دار الاوبرا
سنة 58، وعلى وجه التحديد كان في نوفمبر ديسمبر 58. وبعدين أخونا الأستاذ فريد شوقي فكر في عمل فرقة مسرحية، وجابوا مسرحية اسمها عفريت الست، كانت من إعداد أمين الصاوي وأنور فتح الله، وبدأوا يعملوا المعلم برضه. المعلم كان معلم خنصر أوزنهم اسمه. وبعدين ابتدوا يشتغلوا، وأسند الدور ده لزميل غيري. وبعدين قعدوا يشتغلوا بروفات يمكن أسبوع، ففي بنت تشتغل في الفرقة، خدت بالك يعني، قالت لفريد شوقي تسمح لها أستاذ أتكلم معك، قال لها قالت له أنا دور المعلم ده أنا شفت واحد في الأوبرا بيشتغل في مسرحية بتاعت نجيب محفوظ، لو جبناه ده يبقى كويس في الدور ده قوي. فهو سأل إيه، كان فريد طبعا ما حضرش الرواية لسه، فسأل فقالوا ده محمد رضا. أنا كنت صديق لفريد وكنت بشتغل معاه في السينما كتير جدا يعني، بس ما كنتش أعمل دور المعلم، طبعا هو اللي كان بيعمل المعلم وأنا المعلم الفيلم هو مباحث، أنا أعمل دكتور أنا أعمل، فما كدبش خبر الحقيقة، وجه اتفرج وراح بعيد لي قال لي أنا عايزك، جه هناني طبعا في المسرح وقال لي أنا عايزك في المكتب، فروحت قابلته وعرض علي الحكاية دي. احنا كنا